مصر تخطو بخطوات ثابتة وتنطلق بقوة نحو العالم الرقمي. تصدرت مصر قائمة أعلى 10 بلدان في إفريقيا انتشاراً في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت وفقاً لتقييم الاتحاد الدولي للاتصالات وخدمات المعلوماتية الرقمية. وعلى مدار السنوات الماضية نجحت مصر باقتدار في إنشاء بنية تحتية رقمية منذ عام 2018 لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة استثمارية 2.5 مليار دولار، وهو ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت 11 ضعفاً في إطار التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية حول أو عبر بوابة مصر الرقمية. استقبلت البوابة أكثر من 45 مليون طلب، تقدم بها 8 ملايين مواطن. المزيد بتنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية. دكتورة مساء الخير، ويعني خطة متكاملة نجحت الدولة في تنفيذها للانطلاق نحو العالم الرقمي، أهمية الخطوة دي إيه؟ مساء النور يا فندم، وشكرا على الدعوة الكريمة. أهلا بيك. الحقيقة الخطوات اللي الدولة بتخطو بيها خطوات ثابتة وإلى الأمام، شيء يدعو للفخر. وآخرهم اللي شفناه امبارح في افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية، الحقيقة كان شيء بالنسبة لي أنا شخصيا وأنا متخصصة، كان شيء مبهر إن أنا أشوفه بيحصل في دولتنا بهذه المراكز بحجمها بالتأمين اللي تم فيها، فشيء رائع. اللي عايز أقوله إن في اهتمام جاد في هذا القطاع، لأن هذا القطاع مهم جدا، لأن هو قطاع أولا بيخلي حياتنا ميسرة، بيزود في الاستثمارات في الدولة نتيجة لتسهيل أمور كثيرة في الحياة. هذا القطاع هو نفسه مصدر دخل كبير، أو ممكن مصدر دخل كبير للناس اللي بتشتغل فيه وللدولة، فهو قطاع مهم جدا، وبالتالي فيه اهتمام كبير فيه على جميع الأصعدة. نعم، بتشوفي ازاي ما تقوم به الدولة يعني من مجهودات في تطوير قطاع الانترنت وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام؟ زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بالأرقام، في شغل في البنية التحتية، في شغل في ميكنة خدمات كثيرة، في شغل في تحويل الحكومة للحكومة الرقمية، وده جه كمان مع الانتقال للعاصمة الإدارية. في شغل في تجهيز الأفراد، تجهيز أفراد لأنهم يشتغلوا في هذا القطاع. نعم، طيب نجاح مصر في إنشاء بنية تحتية رقمية إزاي ساعد على رفع كفاءة الإنترنت الثابت؟ كل ما بتزودي في الانترنت وبتوصليه لأماكن كثيرة جوه الدولة بما فيه للمحافظات، ده معناته ان انت بتيسري للأفراد لان هم يعملوا ويزودوا دخلهم، لان هم يتواصلوا الى اخره ويطوروا من نفسهم. نعم. بالإضافة لما يحدث في تطوير الإنسان نفسه، مش بس على مستوى العمل، إنما كمان حضرتك عايزة تطوري من العاملين في هذا القطاع كثيرا. نعم. فكان في اهتمام مثلا يعني اللي أنا أتكلم عنه اللي هي الجامعات، وحتى كمان تدريب حتى طلبة على مستوى المدارس، إنما في الجامعات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيحظى باهتمام كبير من الدولة، انتشار هذه الكليات، ويعني توج بإنشاء أو تأسيس جامعة متخصصة في هذه الأمور اللي هي جامعة مصر للمعلوماتية بالتخصصات اللي عندها، سواء بنتكلم على تخصصات اتصالات وإلكترونيات وهندسة حاسبات، أو بنتكلم على التخصصات اللي هي زي ما بنسميها علوم المستقبل، بس هي علوم الحياة الحاضر والماضي والمستقبل، زي الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني إلى آخره. نعم. في حتى تخصصات مهمة جدا في قطاعات كثيرة. صحيح، التخصصات كثيرة ومهمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية.